طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. ما زلنا في رحلتنا في كورس الـ CCIE ومع بروتوكول OSPF وتقريبا في المحطة الأخيرة. طبعا معانا مواضيع هتبتدي من البوينت 38 OSPF Summarization and Discard Routes, Filtering with the Administrative Distance, Filtering with the Route Map, the NSSA, ABR, External Prefix Filtering, so on and so forth. لكن البوينت 31 احنا يعني حابب ان انا ارجع ليها تاني. خلينا نتكلم عنها بشكل مجدد, وهي الـ OSPF NSSA Redistribution Filtering. طبعا احنا عارفين في الـ OSPF او الـ Network Types عندي مجموعة اللي هي طبعا الـ Stop والـ Total Stop والـ Not So Stop والـ Total Not So Stop. طيب هنا لما يبقى عندي situation اني عندي area not so stop زي الاريا 8 9 10 دي اللي هي فيها راوتر 100 راوتر 9 راوتر 10 وراوتر 8, ماذا لو ان احد الاي بي ارز بتاع الاريا دي هيعمل ريديستريبيوت للراوت جوه الاريا دي؟ طبعا احنا زي ما عارفين ان الاريا دي ممنوع عنها تايب كام؟ ها يا اسلام, الانسيسي ممنوع عنها تايب كام؟ تايب 5 يا باشمهندس. اكزاكتلي, ممنوع عنها تايب 5. طيب يعني اي ريديستريبيوتد راوت هيخش من الاي بي ار للاريا دي هيخش بتايب كام؟ هيخش بتايب, ها قول, هيخش بتايب 7. برافو عليك, هيخش هنا بتايب 7. طب والناحيه دي يخش بتايب كام؟ تايب 5. برافو عليك, هيخش بتايب 5. فقال لي هنا ايه الحاجه ان انت تدخل تايب 7 اصلا لما ممكن تحولها لايه؟ التوتال ستوب, مش كده؟ طيب خلينا نشوف السيناريو اللي هيدور دلوقتي, ان انا هجنريت بريفكس هنا وهنا او هنا, اي حته مش هتفرق معايا, ونبتدي نشوف الايفكت اللي هيحصل ايه وايه اللي المفروض يحصل بالريديستريبيوشن فلترنج ده. انا عندي دلوقتي راوتر 100 المفروض عامل ادجيسنسي مع 9 و10 و8, شو اي بي OSPF نيبر, ما عنديش غير 8 بس, خليني اتشيك الكونفيجريشن, شو ران سيكشن OSPF already NSSA 9 10 show run section OSPF smart SSA 20 router OSPF 1 area 8 9 10 NSSA. okay, تسعة يعمل مع تمانية تسعة, كده المفروض عندي كام نيبر؟ شو اي بي اس بي اف نيبر؟ عندي 8 و 9 و 10. المفروض ايه الراوت اللي انا مستلمه؟ شو اي بي راوت او اس بي اف. عندي كل الراوت اللي جاي من اريا 0, الشبكه 10 70 137 77, الناس دي جايه من عند اريا 0. طبعا زي ما قلنا ان دي ان اس اس اي هيدخل لها هنا تايب 3 من الاريات الاخرى, لكن ماذا لو جه راوتر 100 هنا سوري راوتر 10 وعمل ريديستريبيوت لاي نتورك؟ اوكي, دو شو ران دو شو اي بي فيس بريف
يكون كاريت انترفيس لوب باك 110 اي بي ادرس 110 او 110 اي بي يوسف 1 اريا 8910. ألاحظ ان البريفكس ده دخل لمية هنا بطيب كام؟ شو اي بي او اس بي اف؟ It's not there. Why? Why it's not there? سوري هنا داخل عادي المفروض انتوا مركزين معايا يا شباب انا غلطت غلطه دلوقتي المفروض ان المفروض ان الشبكه دي لا تعلن في الاو اس بي اف بهذا الشكل المفروض ان كاريت راوت ماب نسميها مثلا لوب باك 110 نقول له ماتش انترفيس لوب باك 110 نخش جوه الاو اس بي اف راوتر او اس بي اف 1 لو ريدستريبيوت كونكتد راوت ماب لوب باك 110 المفروض دلوقتي 100 يشوفها ازاي؟ دي شو اي بي راوتر اس بي اف يشوفها ايه؟ تايب 7 صح؟ طيب دلوقتي قال لي ايه الحاجه لو انت عايز تفلتر او عايز تستبعد ده من من الاي بي ار او من الاريا اللي هي 8 9 10 ها كان ايه الكوماند يا عم اسلام؟ ان اس اس اي No redistribution صح؟ على راوتر 10 نقول له اريا 8 9 10 ان اس اس اي او نو ان اس اس اي نو redistribution في الحاله دي الراوت هيختفي من راوتر 100 صح؟ خلاص تم حجبه ليه؟ لان انا قلت له ما تدخلش الريديستريبيوتد راوت لراوتر 100 هنا. فكان السؤال دلوقتي هل راوتر 100 يقدر يبنج اللوب باك دي اللي تم اخفائها من الداتا بيز بتاعت الاريا 8 9 10؟ نعم يستطيع. ليه؟ يستطيع ازاي وهي مش موجوده اصلا في الراوتنج تيبل والراجل ده ما عندوش لاست ريزورت ليها؟ ما يقدرش. بينج مفيش ديفولت يا مفيش ديفولت راوت لاست ريزورت عشان يبينج عليها يبقى لابد لاي من هؤلاء ان يرسل ديفولت راوت الناحيه دي سواء بالكومن ديفولت راوت او ان هو يحول الاريا من منظوره هو الشخصي لتوتال نوت سو ستوب او توتال ان اس اس اي بمعنى ان راوتر 8 هنا ممكن نعملها بكذا شكل طبعا العلم ان الاي بي ار هنا لما دخلها في الاو اس بي اف كله دخلها هنا بتايب 7 بس حاجه بالريديستريبيوشن ودخلها هنا بتايب 5 فالمفروض ان كل رواتر اريا 0 تعرف الراوت ده يعني على سبيل المثال راوتر 7 المفروض شايف هذا الكلام
ادي الراوت موجود تايب 5 اي 2. طيب احنا قلنا ان الراوتر مش هيقدر يبنج عليه، هيبقى راوتر 8 هنا لو قلنا له راوتر او اس بي اف 1 اريا 8 9 10 كده انت هتدخل له، لو انت قلت له ان اس اس اي ديفولت راوت ديفولت انفورميشن اوريجينيت كده انت هتدخل تايب 7 جديد، بس هنا مجرد ان هو ايه ديفولت راوت. يبقى لما هي دلوقتي هيظهر له ايه هنا؟ هيظهر له ديفولت راوت ان 2 هنا، بس باستخدامه اقدر ابنج الايه؟ ابنج ال 110. وعندك الاوبشن الثاني هنا اني بدل ما استخدم الكوماند ده اروح استخدم مثلا راوتر 9 اقول له ان انت ان اس اس اي سوري اريا ان اس اس اي نو سمري. يبقى الراجل ده هيحجب كل ال اس اي تايب 3 تايب 4 تايب 5 ويدخل ايه؟ يدخل ديفولت راوت هنا لراوتر 100 also ان انت تقدر تستخدمه هنا ايه؟ في ان انت توصل للشبكه اللي ايه؟ تم عمليه الفلتره عليها من عند راوتر 10. اوكي؟ يبقى كلاهما ايه؟ كلاهما هيؤدي الغرض. كان في سؤال طرحه اسلام المره اللي فاتت واللي هي ايه؟ كان اسلام سؤالك ان انا عملت لوب باك هنا، عملت لوب باك هنا، عملت لوب باك هنا. كان فكرني بسؤالك لو انت فاكره. Again. طيب كان السؤال يا باشمهندس، حضرتك لما عملت ريديستريبيوت لل ايوه لللوب باك على 10 حضرتك هتزعل ديفولت روت، لما خليته توتالي نص ستوب اريا كده انت بتزعل ديفولت روت. حلو. ونفس الكلام برضه من على ار 9 بتزعل ديفولت روت وار 8 بتزعل ديفولت روت. حلو. ار 100 عندها ديفولت روت، فهو لما هيجي يطلع اللوب باك اللي عملت له ريديستريبيوشن هيروح للثلاث هيعمل لوب بالانس على الثلاث. طيب سؤالك جميل جدا، وخلينا نناقشه من منظور مختلف، وخلينا نحط يعني سؤالك كده نحطه فعليا على التوبولوجي بتاعتنا. المفروض ان انا عندي عايز يبقى عندي لوب باك متوزعه جوه ولا على كل راوتر ولا ايه؟ لا انا سؤالي يا باشمهندس ان هو الصوت بيقطع يا سيدي. سامعنا يا باشمهندس كده؟ انا سامع دلوقتي. طيب انا سؤالي ان هو اللوب باك موجود على ار 10. حلو. طيب هو ار 100 لما يحب يروح لار 10 هيروح على ديفولت روت لانه ما عندوش روت فعليا للوب باك. حلو. طيب هو الديفولت روت حاليا انا عندي ثلاثه ديفولت روت، طيب هيروح لار 9 وهيروح لار 10 وهيروح لار 8. حلو. خليني اقف هنا عند نقطتك دي واقول لك ان فعلا ادي راوتر بلاش كمان ايه؟ راوتر 10 اللي معاه الراوت. دلوقتي 9 منزل الديفولت راوت هنا والبينج شغال، وانا هخلي كمان 8 ينزل ديفولت راوت هنا ونشوف ايه اللي هيحصل. راوتر 8 اريا 8 9 10 ان اس اس اي نو سمري. اوكي يبقى انا عندي 2 ديفولت راوت دلوقتي في راوتر 100. ادي ايه؟ لود بالانس على 9 ولود بالانس على 8. عايز تعمله على 10 كمان، بس كده 10 هيخلي الموضوع ايه؟ بعيد من سؤالك شويه. انت دلوقتي بتقول ان هو هيعمل لود بالانس على 9، هيروح ل 9 مره وهيروح ل 8 مره. مش ده سؤالك؟ اه بس هو ريديستريبيوت معمول من على ار 10 صح؟ اه الريديستريبيوشن معمول هنا. هل طيب المفروض نخليه بقى هل هيحصل؟ انت عايز تعمل ايه؟ المفروض ار تاني يزعل ديفولت روت هو كمان. نخلي 10 يبقى ديفولت روت. باشمهندس ايوه انا سامع كده. ادي اهو زع ايه ديفولت روت. راوتر 100 دلوقتي عنده 3 طرق للديفولت روت كده، وما عندوش اي لسه خالص، فقط لتايب 3 ولا 4 ولا 5 من اي حد. مجرد ديفولت راوت
ناحية الاي بي ارز عند بتوعه. هل راوتر 100 هيقدر يبينج الريديستريبيوتد راوت اللي لسه عاملينه هنا؟ طب السؤال هو قبل ما اجاوب او اقول اي حاجه، هو هل في ما يمنع؟ يعني انت في دماغك او في تخيلك ايه اللي ممكن يمنع الترافيك او الكونكتيفيتي ان هي تحدث اصلا؟ مش بتكلم على انه يمنع، انا بتكلم على ان يبقى هو جنبه في ار 10 ويروح له ار 9 وبعدين يروح البنجات تروح لار 8، المفروض كده. ايوه، هنا اللود بالانس اللي بيحدث بير سيشن بير ديستنيشن. يعني راوتر 100 مره هيرمي على راوتر 9 ومره هيرمي على راوتر 8 ومره هيرمي على راوتر 10 لكونه لا يعلم هذه النتورك اين تقع. انا ما عنديش سبيسيفيك انتري يقول ان الشبكه 110 دي اطلع لها ازاي، لكن كل اللي املكه ايه؟ ديفولت راوت الناحيه دي، ديفولت راوت الناحيه دي، ديفولت راوت الناحيه دي. فاللي هيحصل ايه؟ ان انا هرمي على 9 مره، هل 9 يعرف الشبكه دي اللي هي ريديستريبيوتد هنا؟ يعرف، مش كده؟ ادي 9 ولا ندوش شويه بي راوت او اس بي اف، هو يعرف 110. فين 110؟ ادي 110 يعرفها من خلال مين؟ via router 10 over the tunnel. اوكي، فما فيش اي مشكله تمنع راوتر 100 ان هو يبينج على الشبكه دي. اوكي، انت معايا يا اسلام ولا رحت؟ معاك يا باشمهندس. طيب ايه المشكله اللي ممكن تمنع راوتر 100 دلوقتي ان هو يروح للشبكه دي؟ ما يمنع راوتر 100 او اللي هيقطع الكونكتيفيتي ان ربما راوتر 9 ما يعرفش حاجه عن الشبكه دي. ففي الحاله دي لو هو الترافيك بير سيشن والسيشن المره دي طالعه على 9 و9 مخفيه عنه الشبكه، هتلاقي الايه؟ الكونكتيفيتي فيلد، مش موجود. طب يا باشمهندس معلش، ازاي ار 9 مش هيشوف الشبكه؟ ما كده كده ار 10 هيزيحها تايب 5 في اريا 0. حلو، ماذا لو جيت دلوقتي عند 9 قلت له كده اكسس ليست 80 ديناي، كام الشبكه دي؟ بعدين اكسس ليست بيرمت اني، ودخلت جوه الاس بي اف راوتر اس بي اف 1 ديستريبيوت ليست 80. ببساطة انا عملت ايه؟ قلت له اخفي الشبكة دي، قلت له اخفيها خالص. فدو شو اي بي راوت اس بي اف، هل 110 موجودة دلوقتي؟ لا، مش موجود. فلو السيشن من راوتر 100 هيرمي على 9، ترافيك مش هيشتغل، مفيش كونكتيفيتي. بس لاحظ هنا ان هو بيرمي على حد تاني، بيرمي على بيرمي ربما على 10 او 8، ما بيرميش على 9. مثلا لو عملنا البينج ربما من السورس باك من لوب باك شو اي بي انترفيس، بريف بينج من السورس لوب باك 0، بص دلوقتي رمى على 9، 9 ما ردش لانه ما يعرفش يوصل.
استنى ربما يبقى الشبكة مش معانا خلاص. بيرف شو اي بي انترفيس بريف شو اي بي اوس بيرف انترفيس بريف اكشلي مش معروفة. كافتي انترفيس لوب باك زيرو اي بي اوس بيرف 1 اريا 18 ما زال بيرمي على احد الرواتر اللي هو ربما 9 و10. اوكي طب خليني اجرب حاجه هنا على راوتر 9. تعال نلغي السيف نو اي بي سيف ونلغي اي 02 اي 00 انترفيس رينج اي 00 و E02 نقول له no IP route cache. نعمل نفس الكلام ده على 10 interface بس هنا يعني ربما السيف وان هو يظهر لي او البروس سويتش تشتغل يعني احتمال ضعيف في النسخه دي بس ادينا بنجرب يعني عشان تشوف ده يعني دايما الراوتر اللي بيظبط معايا فيها اللي هو 3725 راوتر بس خلينا نجرب interface range 00 موجودين. عملنا دلوقتي بنك العشرة تسعة كاش مش شغال للأسف. طب لو قلنا له كده سوري احنا ما عملناش ديباج للاي سي ام بي. ديباج اي بي اي سي ام بي نبينجو مرة تانية اوريدي استلم بس مين اللي جاب لي الترافيك؟ لا مش ظاهر. اوكي تسعة ثمانية طب لو قلنا على تسعة وثمانية ديباج اي بي باكيت هنا كريت اكسس ليست اف تي اكسس ليست 101 بيرمت اي سي ام بي اني تسعة ثمانية ديباج
بص كده، هو رمى دلوقتي على مين؟ رمى على 8، عشان كده لقيت ثمانية. الباكت مرت في 8، 8 اللي تولى عملية الفورواردنج ليها، فعشان كده لقي البنجة شغالة. لكن somehow طبعا هنا اللود بالانس بير ايه؟ بير ديستنيشن، بير ديستنيشن بالضبط. عارف؟ طب لو انت حولته لبير باكيت ايه اللي يحصل؟ هل هتلاقي كونكتيفيتي؟ هل لو قلنا له بينج وريبيت البينج مثلا 9 مرات، ايه اللي يحصل؟ او 3 مرات، ايه اللي يحصل؟ بنجتين يشتغلوا وواحدة تطير، صح؟ نجرب. هنجرب، بس ادي 3 شغالين، ماشي؟ تعال ننفذ السيري بتاعتنا عند راوتر 100 على الانترفيس دي، هنخلي اللود بالانس بير باكيت. او ببساطة شديدة، مين في الثلاثة ميثود بيشتغل بير باكيت؟ هل هو الفاست سويتشنج ولا البروسيس سويتشنج ولا الصفر؟ البروسيس سويتشنج تقريبا. برافو عليك، صح. فانت ممكن تعمل حاجتين، يا اما تعمل لود بالانس بير باكيت، او ان انت تحول الانترفيس للبروسيس سويتشنج. خلينا نحول نعملها بير باكيت بسرعة عند راوتر 100، انترفيس E02 IB load sharing bare bracket على بينج مرة ثانية، ايه رأيك؟ IUI exclamation mark U exclamation mark، اليو دي معناها ايه؟ unreachable. unreachable مين اللي بلغني بيها؟ اهو راوتر 9 لما جات له الباكت هنا قال هنا ايه؟ في بص فين باشمهندس، هو هذا السؤال الذي نزلته في صفحتك الرسمية؟ لا، مش بالظبط السؤال ده، بس هو ليه علاقة، ليه علاقة، احنا هنتكلم عنه بالتفصيل، بس خلينا نبينج مرة ثانية. دلوقتي عند 9، بص كده 9 بيقول لي ايه؟ unroutable. ليه unroutable؟ لان مش موجوده في الريب، في الراوتنج انفورميشن بيس، في الراوتنج تيبل، مش موجوده. عشان كده على راوتر 8 هتشوف ايه؟ اكسلاميشن مارك يو اكسلاميشن مارك. حتى لو كررت هتلاقي اليو دي ظاهره معاك في كل ايه؟ حدوته. خلينا نكرر مثلا 20، خليه رقم فردي، لما تقسمه على 3 30 على 3 فيها ال10، صح؟ ال10 كل واحد 10، هتلاقي فيه 10 باكيت طايرين، 10 يو هيظهروا عندك. ماشي؟ 1 2 3 4 5، في بس في دوت هنا جاية، ربما جاية من حد. لو مفيش دوت يعني المفروض يبقى مكانها يو. اوكي، الفكرة واصلة يا اسلام؟ مرة باشمهندس كده، لو موضوع ترانسليتور بالمرة طالما انت موجود، يعني ايه الترانسليتور؟ اللي هو عروض ترانسليتور. السؤال بتاعك اللي هو الترانسليتور اللي بيترانسليت من 7 ل 5. اولا ايوه، الراوتر ده بيقوم بعمليه اضافيه، واللي هو بيترانسليت من 7 ل 5، يعني اولا على حسب مكانه في التوبولوجي، يعني ما بين الاي بي ار، طبعا هو هيكون اكيد اي بي ار. فال ال ال البوينت المهمه في الموضوع ان هو يبقى
راوتر الريسورسز بتاعته عاليه، لان هو هيبقى زايد على الباقيين ان هو بيعمل عمليه اضافيه اللي هي الترانسليشن نفسها. طب يعني لو افترضنا يا باشمهندس ان انا عندي راوتر 100 هو اي اس بي ار في اريا 8 9 10، حلو، هيبقى عندي انا بعد كده الاي بي ار 3 8 و9 و10. طيب هنقول ان هو اعلى راوتر اي دي فيهم هو راوتر 10، هو يبقى الترانسليتور. حلو. طيب ايه الكيس اللي انا ممكن احتاج ان انا اغير فيها الترانسليتور، مثلا اخليه 8 اخليه 9، احتاج كده في ايه يعني؟ ممكن يفيدني في ايه او ايه التوبولوجي اللي تخليني اعمل كده؟ والله على حسب النتورك ديزاين. يعني انت مثلا هنقول الراوتر 10 هو الترانسليتور دلوقتي، فاكر الكيس بتاعت الفورورد ادرس، الاي بي فورورد ادرس، ايه بتاعت السبريس فورورد ادرس او الفورورد ادرس سبريشن، لما تكون عايز تخلي الاريات الثانيه ايوه تمام تروح عبر راوتر واحد معين اللي هو ده مثلا راوتر 8، بس راوتر 8 مش الترانسليتور. يعني دلوقتي راوتر 10 لما بيترانسليت ال 7 ل 5 بيحط الفورورد ادرس باي ديفولت اللي هو بتاع راوتر 100 هنا. فالناس اللي في الاريات الثانيه بتقول والله احنا هنوصل للراوت ده من الاي بي ار ده ومن الاي بي ار ده ومن الاي بي ار ده. لكن لو في كيس معين ان انت عايز الترافيك بتاع الاريات يروح من 8 فقط، يبقى الكيس دلوقتي ان انت تخلي 8 هو الترانسليتور بانك تعلي الراوتر اي دي بتاعه، وان انت تحجب او تعمل اي بي فورورد سبريشن على الراوتر ده. فبالتالي كده انت بدون ما تلعب في الكوست، بدون ما تلعب ولا تغير في اي لينك اتريبيوتس، كل الترافيك هيروح كده عند 8. دي الكيس اللي انت ممكن تستخدمه. اوكي، لو غيرت ال خليت الراوتر 8 هو الترانسليتور عندي، وعليت الراوتر اي دي بتاعه وخليته هو الترانسليتور كده، هو الفورورد ادرس بتاع ار 100 على السي بي دي ان اس. يس يس. فانا لو خليته يذيع نفسه ان هو بدل فورورد ادرس يخليها اصفار، يس يخليته ما يذيعش فورورد ادرس، يبقى هو كده هيبقى هو كده الجيت وي للحاجات اللي بيذيعها. يس يس. طيب تمام. سؤال تاني، عندك سؤال يا علي يا محمود؟ لا خلاص محمود مو موجود. اوكي. بالنسبه للديفولت كوست يا باشمهندس، ايه الديفولت كوست؟